ايدك، ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك. هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في ايه بس يا ست مطر؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفالة الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عناية؟ انا واحده نية دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه. بيت الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيب راجع اهو. طب امشي وري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. ها، مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي حبيبي، حبيبي يا ابني. شادي قول، قول لي كل حاجه بصراحه وبوضوح. يعني حبيبي رد، رد عليا يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. بص ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حدك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقل عمره كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا عيله كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي بابا، بابا بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. أمر، أمر سعادتك وأنا نفس. تاخده من هنا على المستشفى، تعالجوا، تقعد معاه، تكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه إنه بعد كده ما يعملش حاجة تجيبه هنا تاني. تشكل، تشكل سعادتك. أنت هتعمل إيه؟ اتفضل. اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي
خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا ولية يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما هسيبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا ولية ان شاء الله؟ بقول لك حج وساب لي الأوضة وعمل زي ما تكون عقربة ولا دعاته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست شوق، وانت ست العارفين شغل ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيتقل بيرمي رمش ويسحب رجل، عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلت لك انه هيجيلك وجالك صح؟ صح. انا كلمتي ما تخيبش ابدا، هيجي وهيلي. عارفة يا حنتومة طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك طلعتي قروبة. ايدك بقى على الحلاوة، ايدك على الحلاوة. طيب يلا حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. والله ما خسارة فيكي يا حنتومة. اسرعي اسرعي خلاص. حنتوش منتوش طربوش منفوش. هات الكوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله. صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلم يا بيت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والميه رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ بلوشي. يا لهوي، هو سبراقه لسه برضو يعني؟ مش عارفه يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش وحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفه بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، الحكايه دي فيها انت ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاتنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقيهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونا